محمد. هلا ابوي. محمد وينك؟ ترى حنا منتظرينك عشان نتعشى سوا. طالع اتزلج يا شباب. ليش طلعت الشارع مرة ثانية؟ ابوي ما فيها شيء ترى. عادي. امك سوت عشا يا محمد، ما يصير. عائلتك في البيت مو بالشارع. متى تحس بينا نحن؟ انزين ابوي انا نسيت ما فيها شيء. ليش دام تحسني بالذنب؟ محمد ترى انا تعبت اني اشوفك دوم جاي البيت كلك دم ولابس هذه الاشياء. انا ما اريد احسسك بالذنب يا محمد. اريد اشوف ابني. غلط يعني؟ هذيل اللي انت تطلع معاهم مو بعيد. انزين ابوي هاي لي ربعي. انا بس اسوي اللي احبه ما فيها شيء. ليش ما تحاول تفهمني؟ انت اللي مفاهم يا محمد. كنا نسوي تضحيات عشان العيلة. انت لازم تكبر. ابوي انا مستعد اضحي كل شيء للعائلة. مو بحاول اهملكم. انا بس طالع يا ربعي احاول استانس وياهم. محمد احنا بس نحبك تكون سعيد يا ايوبا. ابوي صدقني انا فرحان. خلاص اوعدك باكر بقعد وياكم. انزين يلا الله يحفظك.